على الشاشة. مشاهدينا الكرام متواصلين بحضراتكم مع أشواطنا في هذا المساء، ينطلق في هذه اللحظات كما تشاهدون أول أشواط اللقاء القعدان، وبصوت الزميل عبد الرحمن بن هديان العتيبي واصفا معلقا على أول أشواط القعدان. شكرا عون الهاجري، بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما وابدا نستعين. متابعين الكرام، مشاهدين الاعزاء عبر القنوات السعودية الرياضية، اسعد الله مساكم وجميع اوقاتكم بكل خير. احييكم باجمل واطيب تحية وتحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من هنا، من على أرضية هذا الميدان، ميدان الملك عبد العزيز، لسباقات الهجن ثالث أيامنا من ضمن ختام مهرجان الملك عبد العزيز. طيب الله ثرى وأسكنه فسيح جناته يا رب العالمين لسباقات الهجن. متابعينا الكرام، مشاهدين الأعزاء، انطلق ثاني أشواطنا في مساء هذا اليوم، شوط الرئيسي الخاص بالقعدان، اللقاية والمسافة 5 كيلو مترات الحاضرة في مساء هذا اليوم. مقدمة الشوط المركز الأول النداوي حمد بن محمد بن فهد الرزق العجمي يتقدم بمبيشان، يتقدم بمبيشان بحثا عن نوماس وبحثا عن النقطة الثمينة في هذا المهرجان الكبير، المهرجان الغالي على قلوب الجميع، مهرجان الملك عبد العزيز لسباقات الهجن. بينما المركز الثاني وصل في هذا اللحظات وتقدم مالك الدين، مالك الدين يقدم لنا كفو، يقدم لنا كفو، يبحث عن النقطة الثانية وعن الشوط الرئيسي. سهيل بالرملي بن محمد العامري يتقدم، يتقدم العامري مع كفو. بينما المركز الثالث القدوم والحضور، مرحبا مرحبا يا مالك مبلش، مرحبا يا بالرباح، وصل سلطان، وصل سلطان بن سالم بالرباح الحربي، يبي يربح نوماس هذا الشوط مع انطلاقة مبلش. يا بلشتكم من مبلش، مبلش حضر على المركز الثالث، المركز الرابع القدوم والحضور، مرحبا يا بن مشيطة يقدم لنا نجدة محمد بن ناصر آل مشيط المرية، حضر مع انطلاقة نجدة. المركز الرابع أو عفوا الخامس واختتم بالنداء، شاهين محمد بن صالح بن سالم النابت المري، حضر مع شاهين على المركز الخامس. هكذا كانت النتيجة مع الخمس المراكز المتقدمة. النداء الأول أتممناه على مسامعكم، ولكن العودة إلى مقدمة الشوط، إلى شعار بالرملي مع انطلاقة نجدة، أو شعار كفو كفو. أسهل بالرملي بن محمد العامري، يتقدم العامري القادم من دولة الإمارات العربية المتحدة. نرحب بجميع الضيوف من أتوا من أجل هذه المشاركة في هذا المهرجان الكبير، المهرجان الغالي على قلوب الجميع، مهرجان الملك عبد العزيز. طيب الله ثراه واسكنه فسيح جناته يا رب العالمين، ولكن بالرباح، بالرباح
الفرح. وصل 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 مع مبلش مع مبلش، وحضر سلطان سلطان بن سالم بالرباح. الحربي يتقدم يتقدم مع انطلاقتي واندفاعت في هذا اللحظات مبلش، ولكن الشاهين ولكن الشاهين وصل محمد بن صالح بن سالم النابت المري القادم في هذه اللحظات من دولة قطر، القادم من ميدان الشحنية من ميدان الشحنية، والقدوم من شعار ربيعان. وصل مع برلمان برلمان عبد الله أو محمد بن حمد بن علي ربيعان، يتحرك ربيعان مع انطلاقة برلمان، والقدوم من وبران مشعل بن ملوح العرزي. وصل بن ملوح ولكن العودة إلى بن رملي إلى بن رملي مع كفو 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 أسهل بن رملي بن محمد الحامري 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 النابت على المركز الثاني مع انطلاقتي شاهين محمد بن صالح النابت المري بن ملوح بن ملوح مع وبران مشعل بن ملوح العنزي. ولكن واس ولكن كفو 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 وشهير يا صراع القعدان يا صراع اللقاية يا سلام يا سلام. الضيوف مع المركز الأول والثاني مع كفو وشاهين ويا سلام بالرملي 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 انطلق مع كفو 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 اسهال بالرملي بن محمد العامري العامري يخطف النقطة الثانية والشوط الرئيسي القعدان مع كفو مع كفو اسهال بالرملي بن محمد العامري عمار عمار يا العامري عمار مع كفو. واسعد الله مساك يا بالرملي على هذا الفوز والانتصار مع كفو اسهال بالرملي بن محمد العامري منتزعا نوماس الشوط الرئيسي للقعدان والنقطة الثانية لشعاري بالرملي. المركز الثاني محمد بن صالح بن سالم النابت المري مع شاهين. المركز الثالث شعار عتيق بن فرب العتيق المري مع مهد. والمركز الرابع شعاري بن ملوح مع وبران مشعل بن ملوح العنزي. والمركز الخامس شعار المركز الخامس سعد بن مسعود بن ناصر الجفران المري مع انطلاقة الصداوي. متابعي الكرام مشاهدين اعزاء شوط مثير وشوط الرئيسي القعدان ذهب مع شعاري بن رملي خاطفا نوماس الشوط الرئيسي للبكار والشوط الرئيسي للقعدان شعار سهيل بن رملي بن محمد العامري. تهانينا ونوماس كفو هاون لحظة وصول كفو التوقيت الزمني التوقيت يتحطم وتحت أقدامي كفو 7:58 و67 جزء من الثانية مسجل التوقيت الأفضل. ثاني شيء محمد بن صالح بن سالم النابت المري حضر على المركز الثاني مع انطلاقتي شاهين 8:92 جزء من الثانية. ثالث المهد عتيق بن فهراب العتيق المري 8:04 جزء من الثانية. متابعي الكرام مشاهدينا الاعزاء تهانينا والنماس لمالكي كفو اسهيل بن رملي بن محمد العامري منتزع.